بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم شبابنا وفتياتنا. من الجميع، التعليم العام في التعليم العالي، منذ فلاسفة اليونان إلى ابن خلدون وصاحب الموافقات الإمام الشاطبي رحمه الله، إلى آخر الدراسات المعاصرة في مجالات علم النفس والتربية الخاصة وغيرها، والبشر يتحدثون عن شيء اسمه الميول الشخصي والموهبة. وما فطر الانسان عليه من الاختيار الذي قد يتعطل لاي سبب او يتعرض لاي عوامل تؤثر فيه في العصر الحديث وقد اصبح التخصص يبدا منذ وقت مبكر من العمر وله اطر نظاميه في المرحلتين الثانويه والجامعيه بل وما بعد الجامعيه بل المفاجاه ان ينتهي الانسان من مرحله الدكتوراه في مجال علمي ثم يجعل كل نشاطاته الانسانيه في تخصص اخر. اذا قضيه اختيار التخصص قضيه خطيره تستحق منا كل هذا الاهتمام والبحث عن المستشار المؤتمن الذي قد نحدد معه مستقبلنا ببضع كلمات. اذا فلنصطحب لنشاهد ونستمع ثم نقرر. الحمد لله على نعمه الكثيره منها ما تيسر لهذه البلاد من مؤسسات تعليم عالي وصروح جامعه كثيره جلها لتدريب الشباب وتاهيلهم لقد اخذت الجامعه على عاتقها منذ انشائها قبل اربعه عقود مسؤوليه كبيره تجاه المجتمع من حولها ومن خلال تبني العديد من البرامج والفعاليات التي تمس افراد المجتمع بجميع اطيافه وتنامت المسؤولية عندما تبنت الجامعة مؤخرا شعار التميز في الشراكة المجتمعية ولعل من أهم هذه البرامج التي تحرص الجامعة على تنظيمها كل عام ممثلة من جميع قطاعاتها الأكاديمية ومعرض الجامعة والمجتمع تحت شعار معا نرسم مستقبل أجيالنا والذي يهدف أساسا إلى زيادة الوعي بين طلبة الثانوية العامة ونشر ثقافة أهمية التعرف على البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعات المملكة وجامعة الملك فيصل بشكل خاص ما يكسبهم المعلومات المهمة التي تعينهم بإذن الله تعالى على حسن اختيار التخصص والكلية التي يودون الالتحاق بها مستقبلا. إن هذه المناسبة تجسد حرص الجامعة على مدخلاتها من طلاب وطالبات الثانوية وتؤكد انفتاح الجامعة على المجتمع من حولها لتقديم جل خدماتها وخصوصا في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر الشابة كي يكونوا لبنة صالحة وقوية لمجتمعهم ووطنهم. كل التوفيق لابنائي وبنات الطلبه المشاركين الاستفادة من هذه الفعاليه وبما يلبي تطلعاتهم من خلال برورة الافكار وتحديد الخيارات المستقبليه. والشكر الجزيل لجميع القطاعات المشاركه واللجنه المنظمه لهذه الفعاليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم. تلاحظون معي يا اخوتي واخواتي وابنائي وبناتي قضية اختيار التخصص او اختيار الميول لا اتوقع انها تبدا فقط من المرحلة الثانوية او المرحلة الجامعية لا هناك في الطفولة حينما يختار الطفل ويبدا يبحث من, من حوله ويبدا الوالدان يستشرفان هذا الطفل إلى أين سوف يتجه ليحاول قدر المستطاع أن يصل به إلى أهداف عليا وسامية ويحقق من خلال أولادهم أيضاً أهدافهم هم كآباء وأمهات لا شك أننا حينما نريد أن نختار لابننا مدرسة اليوم أمامنا اختيارات حتى في المرحلة الابتدائية هناك من يختار على سبيل المثال أن يدخل ابنه إلى التمهيد والروضة وهناك من لا يختار هذا الاختيار يعني يبقى يعطيه اهتماما خاصا في داخل المنزل حتى يدخله إلى الابتدائية والابتدائية إما أن يختار ابتدائية حكومية أو ابتدائية أهلية أو حتى ابتدائية من التعليم الأجنبي الذي يوجد الآن في البلاد العربية بشكل عام ويكون لهذا الذي اختار هذا الاختيار أو هذا الاختيار هدفا محددا بعد أن ينتهي من المرحلة الابتدائية يبدأ عنده خيارات أخرى هناك حتى في الابتدائية هناك تحفيظ القرآن وهناك مدرسة أيضا أخرى مختلفة أو العادية خلنا نقول أو المعتادة وكذلك أيضا في المرحلة المتوسطة هناك معهد علمي يهتم بالجانب اللغوي العربي وبالجانب الشرعي وان كان يعطي بقيه المواد وهناك مدارس متوسطه تعنى بكل المواد وبعد ان تنتهي المرحله المتوسطه تبدا الثانويه بخيارات اكثر دقه فهناك مجال شرعي وعربي خلينا نسميه الادبي وهناك الاختيار العلمي التجريبي وهناك ايضا ثانويات مطوره يعني شايفين كيف ان خيارات كثيره امام الوالدين وامام ايضا الشباب انفسهم والفتيات او حتى الاطفال كما ذكرنا قبل قليل حتى تشتد هذه القضيه اهميه في اختيار التخصص الجامعي هنا يقع الشاب امام مجموعه من الاسئله وما مجموعه من التحديات فهناك آمال يعني واحد ودي يكون طبيب وابوه دائما يقول انا ودي اشوفك طبيب هل هذا يكفي لاختيار التخصص الجانب الاخر لنا لنفترض انه كانت لديه القدرات الكافيه لهذا التخصص والقناعه لكنه حينما قدم على كليه الطب قال والله كليه الطب نحن نريد 30 طالبا وانتهى العدد يعني شوف لك مكان اخر ماذا يصنع هذا الطالب الشيء العجيب الذي لاحظته خلال عملي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تابع جامعة الإمام وكنت ثلاث سنوات مسؤولا عن هذه القضية خلال عملي وكيلا تعليميا لهذه الكلية فكان عدد الذين يتحولون من أقسام إلى أقسام ولدينا كان خمسة أقسام أصبح ثمانية أقسام الآن أقول هذا التحول عددهم كبير وليس كبير فقط هذه قليلة إذا عرفنا أن أكثر من سبعين ستين في المئة من الطلاب يتم تحويلهم أو يقدمون على التحويل ونعتذر من عدد منهم إذا هناك الحقيقة مشكلة ماذا على الطالب هذا لو أنه أكمل في التخصص الذي لا يريده فهل يأتي المثل العربي إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون يحل المشكلة أو أن استقع فعلا منه مشكلة طيب الذين تخصصوا في أمر ما ونجحوا وتفوقوا وإذا بهم في الماجستير يغيرون التخصص أو في الدكتوراه يغير التخصص أنا أتكلم لكم الآن وعندي أسماء كبيرة غيرت التخصص ونجحت في التخصص الجديد بعد الدكتوراه أيضا هناك من غير نشاطه إلى نشاط آخر غير التخصص كل هذا يجعلنا أظن أمام قضية مهمة جدا جدا ولذلك نريد بالفعل أن ندرس هذه القضية ولو بشكل سريع في حلقة لا تتجاوز إلا عدد دقائق خمسين دقيقة يعني أكيد لن نستطيع أن نقول كل شيء لكن يكفي أن نفتح هذا الملف لنتأمله دعونا اليوم نعيش مع جامعة الملك فيصل هذا الحدث الذي حدث صباح هذا اليوم وهو معرض الشراكة المجتمعية في جامعة الملك فيصل برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من معرض الجامعة والمجتمع معا نرسم مستقبل أجيالنا وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام متوالية للطلاب وللطالبات واشتمل المعرض على العديد من المشاركات التعريفية الواسعة التي تحاكي الأجواء الأكاديمية من سائر الكليات والعمادات المساندة والإدارات والتي تستهدف طلبة المدارس الثانوية من كلا الجنسين حيث تتجلى لهم بوضوح المجالات الدراسية والخدمية المتاحة بما يوازي طموحهم العلمي داخل أسوار هذه الجامعة العريقة احنا رشحنا الكلية حتى نوضح للطلاب الثانوي بشكل عام مجالاتنا وتخصصاتنا حلنا ندرسها وإن شاء الله ندرسها في المستقبل ومجالاتنا تربوية حلو توضح للطلاب آه طبعا الطلاب القادمين لنا من الثانوي توضح لهم وش المجال الوظيفي اللي توظفونه سواء كانت تربيه بدنيه او تربيه خاصه او قسم اقسام جديده مثل قسم تقنيات التعليم آه اقسامنا تفيد سواء كانت تربيه خاصه تفيد المعاقين قبل لا يتوظف الثانوي احنا للاسف كنا نفكر في الرواتب من وفي مجالات اهم من الرواتب اللي هو ايش بدرسهم وش توضح لهم كثير من الطلاب يجهلون هذه الاشياء وهذا اللي احنا علينا كقسم كليه التربيه او الاقسام الباقيه في كليه في جامعه الملك وان شاء الله ان نقدر نفيدهم بالوجه المطلوب ان شاء الله. وقد اكد معاليه في افتتاح المعرض ان هذه الفعاليه الرائده باتت تحقق قدرا وافرا من الرؤيه الشامله المتكامله لجامعه الملك فيصل الزاخره بالعطاء الاكاديمي والمعرفي والبحثي والابداعي والمجتمعي، مما يعطي الطلاب والطالبات حافزا وزخما لتحقيق احلامهم المستقبليه. الحمد لله اليوم هذا المعرض الخامس وانا اذا صح التعبير اسميه عرس الجامعه. هو مسماها الجامعه والمجتمع معا نبني مستقبل اجيالنا. والهدف منه هو بناء رؤيه للطالب بحيث انه يختار تخصصاته المستقبليه او الكليات اللي يرغب فيها وفقا لميوله وحاجاته. بمعنى ان الطالب لما يزور هذا المعرض سوف يتعرف على جميع الكليات الطبيه، الكليات التعليميه، الكليات الصحيه وغيرها حتى يعرف ما هو المجال وشروط القبول فيها. بالنسبه لنا في الهيئه طبعا شرفنا ان نشارك في اكثر من منشط واكثر من معرض يمكن هذا ثالث معرض تقريبا نشارك فيه. نشكر طبعا نشكر الشراكه المجتمعيه اللي فتحت المجال لنا ويسرت السبل للمشاركه ونرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون مشاركتنا مشاركه نوعيه واضافه في هذا المعرض ان الله سبحانه يوفق يوفق الجميع وان يكون ان شاء الله تعالى ان شاء الله لصالح النشء والشباب عموما حدث مهم تشهده الجامعه كل عام يقوي من جسور التواصل بينها وبين طلاب المستقبل ويمهد لهم الطريق للاختيار الأكاديمي الذي يتناسب مع طموحاتهم ومقدرتهم العلمية. معنا اليوم في الاستديو ضيف كريم. الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار حياكم الله دكتور حياكم الله الله دكتور ياسر ما شاء الله طبيب نفسي وكذلك مدرب في مجال علم النفس ومجال تطوير الذات أيضا ويمكن مجالات أخرى كذلك م. حياكم الله, الله دكتور ما سر اهتمامك بقضية تغيير التخصصات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أشكر لكم هذه الفرصة يا مرحبا موضوع حقيقة موضوع اختيار التخصص هو قرار يسبب الكثير من التوتر والتشوش لدى الطلاب وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع ليس إلى هذا الحال بل أنه يؤثر على مسار الأمة بأكملها أيوة. يعني أذكر لي صديق مهندس يعمل في شركة كبرى ومهندس جيد يوم الأيام كنا يعني نتمشى كذا في ليلة جميلة فقال لي تعرف يا ياسر انا ليتني لم ادرس الهندسه. الوالد يعني رحمه الله كان اصر علي اني ادرس الهندسه وانا ما احببت اني اخذله لكن ليتني لم ادرس الهندسه. هذا الرجل تعرف كم عمره؟ نعم. عمره 52 سنه. ولا يزال يشعر بانه نعم. قد تعرف ايش يعني 52 سنه؟ يعني 30 سنه هي. وهو كل يوم يصحى الصباح يلبس ملابسه ويروح على مكان ما يحبه الذي لا يريده صحيح ويقوم باعمال لا يحبها ويقابل اشخاص لا يحبه فالحقيقه القضيه قضيه خطيره وتحتاج اهتمام اكثر مما هو حاصل الان وتؤثر على اداء اداء المميزين وعلى اداء الامه باكملها طيب. فموضوع اختيار التخصص يعني يعطي هو البوابه الاولى لاختيار طريق مهني طويل يمتد بحياه الانسان احيانا تعرف يعني قد يمتد 40 45 سنه من حياه الانسان صحيح. فعملية يعني قضية قضية خطيرة وتحتاج الانتباه في الحقيقة اطلعت على كلام لصاحب الموافقات الإمام الشاطبي رحمه الله يشير فيه إلى أنه على الوالدين أن يعرض على الولد كل العلوم ويعرض عليه ذكر القرآن الكريم والشعر واللغة العربية ما تيسر كان في زمنهم أيضا من علوم ومعارف يقول ثم سيلاحظان أن هناك ميولا محددا لهذا الطفل عليهما أن يهتم به أكثر هل تغيرت هذه النظرية؟ بل هي نظرية في غاية الدقة وهي أفضل وسيلة لمعرفة معرفة الاختلافات بين الأطفال واختيار التخصص للطفل أو للولد الفكرة أن تعرضوا لمناشط مختلفة أيوة. أن تعرضوا لموضوعات مختلفة ثم تلاحظ من بعيد ما هو الموضوع الذي شد انتباهه ما هو الموضوع الذي تعلق به أو وبالتالي أبدع فيه أو أبدع فيه، وبالتالي قد لا يبدع في البداية لكنه يظهر بوادر إبداع فيه، نعم. فـ وبالتالي تكتشف هذا، ولهذا قال أحد الحكماء ساوي بين أبنائك بأن تعاملهم بشكل مختلف. يا سلام،, يا سلام. كلام جميل يعني مهم. الحقيقة الإشكالية كما ذكرتها في مثالك هذا تكرر عندنا كثيرًا في الاستشارات الأسرية بالذات أن الأب يسيطر على الولد حتى في قضيه اختياره لتخصصه فهو يحاول ان يحقق آماله حتى مش اهدافه يحقق آماله هو الشخصيه من خلال فرض هذه الآمال على الاولاد اتمنى ان تقدم شيئا للاباء يقنعهم والله هي هذه مشكلة يعني منتشرة وأنا كثير من الطلاب يتصل بي ويقول أنا يعني حضرت مثلا لك دورة وعرفت تخصص لكن الوالد غير موافق وكي. وأنا دائما أقول للآباء أبناؤكم ليسوا أنت ليسوا أنت ليسوا أنتم ولا هم أبناء ولا هم لا يشبهون أبناء الجيران ولا أبناء الأقارب هم الله عز وجل خلق كل إنسان متفرد يجب أن تبحث عن الشيء الذي يتناسب هذا التفرد هلا جزء من اللوم ترى يقع على الطلاب على الطالب نفسه عشان نوازن بين العمل أيوة. لانه الطالب يكون متشوش يوم يبغى يدرس هندسه ويوم يروح يقول لا لا بروح الشريعه ويوم اداره اعمال فالاهل لما يشوفوا ابنهم متشوش بهذا الشكل متردد طبعا راح يتدخلوا راح يعني يعطوا يعطوا رايهم في يعني هذا كانهم هم سيحسمون الموقف يعني لكن هذا احيانا غير. احيانا يكون تصور معين او خلفيه معينه انا اذكر كنت في لجنه للقبول فجاء طالب وكنت مسؤولا عن اللجنه الخاصه باللغه العربيه نعم. واختار هو قسم اللغه العربيه واجريت له مقابله أه ثم سجلت له قبول في القسم وذهب ثم عاد بعد فتره قصيره وانا لا ازال في اللجنه نعم. أه ليش يا ولدي قال والله اتصل بالشايب شايب اقصد ابوه نعم. هذا مصطلح اتصل بالشايب قال لي لا راح يسحب راح الشريعه نعم. قلت اللي بيدرس انت ولا الشايب قال اكيد انا قلت طيب يعني هو فاهم ان بر الوالدين معناه ان ابوه يقول له رحم كان فلان يقول له حاضر انا لا اظن هذا من بر الوالدين لان والده اول واحد سيحزن اذا راى ابنه لم يستطع ان ينجح في التخصص okay. الذي يريد طيب نريد ان ندخل في الموضوع الذي اتوقع طلابنا وبناتنا ينتظرون جواب عليه كيف اختار التخصص اختيار التخصص عمليه تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى أن أكتشف ما هو ميولي وقدراتي. ثم المرحلة الثانية أن أعرف التخصصات ما هي الميول والقدرات التي تحتاجها التخصصات. والمرحلة الثالثة عملية بسيطة هي عملية ربط، إذا كان أنا عندي ميول نحو مساعدة الناس مثلاً وتخصص التربية الخاصة يحتاج إلى ميول مساعدة الناس، فمن الطبيعي أن أذهب إلى تخصص تربية خاصة. فإذا أول شيء أن تعرف ميولك وقدراتك. ثم تعرف التخصصات هذه ما هي الميول والقدرات التي تحتاجها او تتطلبها ثم تتخذ القرار. هلا كيف نعرف ميولنا؟ هذه هذا هو السؤال الحي الاصعب، هو السؤال الاهم. هي عمليه عمليه معرفه الميول عمليه استكشافيه. يجب ان يعني تركز على نفسك وتجرب بمجالات مختلفه. هلا إحنا نعتمد على نظريه مشهوره في علم النفس في تحديد الميول نسميها نظريه هولاند، اللي تقسم الميول لدى الناس الى سته اقسام. خلينا آه استعرضها كده في, في, في عجالة القسم الأول هو الميول نحو مساعدة الناس والتعايش والاختلاط بالناس و معالجتهم وتعليمهم وارشادهم ونصحهم. دكتور انت ترتبهم بحسب الاوليه ولا لا هذه 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 كل واحد منا عنده ست انواع من الميول لكن بترتيبات مختلفه، آه. فانا عندي فانا عندي ميول نحو هذا اتجاه وانت عندك ميول لهذا الاتجاه وهكذا. شميز. الميول الثاني ميول بحثي، الناس يحبوا العمل الذهني الافكار والنظريات. الميول الثالث آه، ميول نحو العمل مع الالات والادوات والفك والتركيب احنا وال، آه، ال... نسميه ميول واقعي. الميول الرابع ميول نحو إقناع الآخرين وتوجيههم والبيع والشراء والتجارة وهذا نسميه ميول مقدام النوع الخامس ميول فني نحو الابتكار والإبداع والأمور الفنية والكتابة الصحفية والأدبية وهكذا والميول الأخير نحن نسميه التقليدي بمعنى الناس اللي يميلون للعمل مع البيانات والأرقام والملفات والتصنيفات وهكذا فهذه ست أنواع من الميول أنا موجود عندي قد يكون موجود عند الواحد ميول واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة لكن مرتبة أيهم أعلى وأيهم أيهم أقل بناء يعني هذه الميولات نفسها لها مقابل بالنسبة للتخصصات فنحن نعلم مثلا أن تخصص الطب يحتاج إلى ميول بحثي واجتماعي أو ميول بحثي وواقعي تخصص الهندسة يحتاج إلى ميول بحثي وواقعي التربية تحتاج الميول طيب الاجتماعي طلاب يتحدثون عن قضية حفظ وغير حفظ هذا هذا ليس له ليس له علاقة للأسف انتشر هذه الفكرة أيه. والحقيقة ليس له علاقة خاصة مع مع التقنية في الآن الحفظ صار أسهل والمعلومات موجودة في المه المهم هو الاستمتاع إذا استمتعت في عمل فأنت أقرب إلى أن إلى أن تبدع فيه هذا من جانب الميول الميول مقصد الهوى أو الاستمتاع والجانب الآخر المهم أيضا هو القدرة اني انا اكون كويس في هذا مبدع في هذا المجال أيوة. وهذا يحتاج يعني ليس أيضاً... فقط اتخصص فيه لاكون واحدا من الموظفين فيه لأنه وإن انا عادي فيه. المبدع فيه نعم. فانت تراقب ايضا من ناحية هل احنا نعتمد على نظريه اخرى في موضوع الـ الـ الابداع اللي هي عمليه اللي هي نظريه الذكاءات المتعدده وهي منتشرة يعني يعني مكتوب عنها كثيرا انه تقسم انواع الذكاءات الى ثمانية اقسام ايش رايك فيها هذه؟ اشوف في هجوم عليها يعني هو ما في نظرية هي صحيحة 100% لكن لا شك انه احنا شفناها على ارض الواقع، شفنا واحد مميز لغويا واخر مميز اجتماعيا واخر مميز في التفكير هو المنطقي. الهجوم يقول هو سماها ذكاءات العالم وهو قال هذه نشاطات مختلفة احنا نقوم بها فلماذا نسميها ذكاءات؟ هي نوع من الذكاء نقصد فيه التميز وهو يعني تجد بعض الناس مميزين في الذكاء البصري في المميزين في الذكاء الاجتماعي، يعني هذا بغض النظر عن دقة الـ الـ النظرية، أنا أتكلم عن تطبيقاته وهذا شيء وجدناه في في أرض الواقع طيب أين السوق طيب؟ ما تحدثت عنها أبداً. بينما الآن شبابنا يقول أنا أبغى أروح للتخصص الفلاني لأن فيه وظيفة. انا هذه حي... هذه للاسف من الخرافات الكبرى المنتشره بين الناس مم. انه هذا التخصص له سوق وهذا التخصص ما له سوق خليني خليني اضرب لك مثال الان لو سالتك تعرف لو... يا دكتور يعني كلامك مصاب بالخير هذا كيف غير عدد الطلاب في الاقسام انا شهدته يعني على سبيل المثال انا اقول لك اللغه العربيه كانت اكبر قسم على الاطلاق في كليتنا مم. والسبب كان الطلاب اذا تخرجوا يجدون وظائفهم فورا تصريح من وزير تربيه التعليم انذاك قبل اكثر من عشر سنوات او اكثر اكثر يمكن 20 سنه تصريح ان لا لا وجود لوظائف لتخصص العربيه وسوف تكون هذه الوظائف للشريعه لكثره المواد الشرعيه عندنا حول الطلاب كلهم رصدين <applause> الشريعه <applause> انا اقول لك الـ الـ المشكله الموضوع الموضوع فيه اشكال حية خليني اضرب لك مثال انا انا سالتك بكالوريوس الطب هل هو تخصص له سوق عمل ولا لا؟ انت ايش رايك؟ اكيد لا الاجابه لا عجيب بكالوريوس الطب هو تخصص غير مرغوب في سوق العمل عشان تتخرج من بكالوريوس اسمك طبيب عام أيه. هذا تخ... هذا شيء مو كويس حتى ما بين الاطباء أيه حتى لا انت لو أنا أقصد واحد الطبس. من الأقارب ماك تقصد البكالوريوس أنا... بس ح... اوصلك لك للنقطه لان طلاب الطب يقولون لا فائده من البكالوريوس <applause> الطب بالضبط. بالضبط. هم دائما <applause> يقولون الآن إذا متى متى تصبح الفائده لما يكمل شيء نسميه بالزماله عشان انت تدرس الزماله انت تحتاج تقييم يقال ما بين 11 الى 13 سنه واحيانا اكثر شوي طيب خليني آخذ لك تخصص التاريخ تخصص التاريخ بين كل الطلاب هو تخصص ليس له سوق في العمل صحيح ما, ما في نقاش في هذا صحيح لكن ارجع اسأل هنا انت تقصد بكالوريوس وجغرافيا بعد ولا يعني. تقصد ولا انت تقصد بكالوريوس ولا تقصد الدكتوراه انا افترض اني انا دخلت تخصص تاريخ وجلست 11 سنه انا اتكلم شوف انا مماثل بالطب نعم ودرست 11 سنه وانا ادرس كما يدرس طالب الطب اللي هو ثلاث اربع ساعات يوميا لمده 11 سنه او 13 سنه في تخصص التاريخ وطبعا حصلت على الشهادات العليا ومن مكان من من اماكن، هل اجد هل اجد فرصه عمل؟ اكيد لاحظ انه تخصص التاريخ قلنا ليس له سوق عمل، صحيح. تخصص الطب قالوا له سوق عمل، لكنه متى انا اقصد ايش؟ متى نقول انه هذا التخصص له سوق عمل؟ اذا قلنا في على اي مستوى؟ على مستوى البكالوريوس ولا على مستوى الماجستير نفس الموضوع في اداره الاعمال تخصص اداره الاعمال على مستوى البكالوريوس في صعوبات في ان تجد فرصه عمل صح. لكن احصل على ماجستير يسموها الام بي اي او ماجستير اداره الاعمال ستجد ان السوق مفتوح فيجب ان نكون شوي حريصين في دقيقين في في اختيار في تحديد الى اي مستوى من الشهاده الذي يجب ان ان تتحدث عنه نفس طلابنا اليوم طلاب الجامعيين يبغى يخلص ما يبغى يبقى, يبقى, يبقى لمده طويله الآن تجد حتى الميول للماجستير والدكتوراه بالمناسبه فيما أرى، أنا ما لدي إحصائيه، أكثر المقبلين على الماجستير والدكتوراه والذين يكافحون للحصول عليها هم الذين تخرجوا بعد عشر سنوات يبدأ يبحث عن ماجستير دكتوراه. لكن إذا تخرج يريد يتخرج على طول يريد أن يعمل. يعني هذا هذا مطلبنا كلنا، لكن السوق يقول شيء مختلف، اينا. زي ما صار في الطب، الطب مثال واضح، السبع سنوات من الدراسة غير كافية عشان تحصل على وظيفة. وعجبك ما عجب مبسوط ولا ما انك مبسوط هذا هذا السوق فعندما يكون السوق تعرف له متطلبات والامور تمشي يعني تمضي الى منافسه اعلى إيه. ولهذا نحن نقول للطلاب جهز نفسك لدراسه اطول، اما اربع سنوات ثم تجد وظيفه هذا يعني يجب ان تراجعه. صحيح، احنا نتمنى بصراحه دكتور ان يغرس الطموح في نفوس اولادنا وفتياتنا بهذه الطريقه، حتى لو بذل، حتى لو ان انفق في البدايه وضحى، حتى لو من ماله، لان الجامعات الان لا تستطيع ان توفر طبعا فرص الماجستير والدكتوراه للجميع، بل ولا لاقل القليل، نشوف يعني الجامعات لا تطرح عدد قليل من الفرص. يعني يمكن في كل تخصص في الماجستير 13 20 واحد والمتقدمون 500 و600 وهذا امر واقع يعني حتى مره طرحت فكره لانشاء جامعه للدراسات العليا فقط <applause> لا تهتم الا بماجستير الدكتوراه واتمنى صراحه أن اشوف هذه الجامعه عشان تحل المشكله أن كثير من اولادنا يذهبون الان يوم مصر يذهبوا الى باكستان والسودان والاردن واليمن وغيرها من الدول لاخذ الدرجات العلميه هناك وبعض هذه الدرجات ياتون هنا ونضعهم تحت دائرة الخلل وأنهم أخذوا شهادات غير مقنعة لاعتماداتها هنا ولا هناك طيب ما رأيك دكتور أن نستمع إلى آراء طلابنا في هذا الاستطلاع طيب. ونسمع تعليقك عليهم إن شاء الله طيب. شكرا لا طبعا التخصص يكون من اختياري يعني انا بس طبعا يعني ممكن الواحد ياخذ نصايح يعني اسمع نصايح من الاهل من الاصدقاء من الاقارب يعني وزي كده بس طبعا في الاساس بيرجع لي يعني نعم نعم أكيد بيكون في دعم وأسئلة من من الأهل إلا ما يكون في ميول للطالب أو ميول للشخص للتخصص اللي هو يبغاه وبكون أسئلة ونصائح من, من الأهل أو من الزملاء فالواحد يحب التخصص اللي هو يا اللي هو إياه أو الميول حقه فيدخل فيه لا ما في تخصص أفضل من التخصص يعني على كل واحد وهواه الناس ما يحبون يعني الناس يحبون الطب والعلوم يدخلون في الرغبة اللي هو يبيها يعني بالنسبة للحياة العملية في تخصصات يعني تختلف كفرص وظائف وزي كذا لكن بالنسبة لحياة الشخص لا كل واحد حر التخصص اللي اختاره وطبعا يختار التخصص اللي يبدع فيه فما في شيء على عن شيء يعني في تخصصات متفاوتة حسب الحسب الشخص حسب الشخص وهو ما وش يحب يعني يعني قلت لك نفس ميول الميول اللي هو يحب يدخل عليه فاكيد الواحد اللي يحب تخصصه اكيد بيلاقي تخصص ثاني مش كويس ما مش ما يحبه يعني عدم معرفه التخصصات او تجاهلها او كذا يعني ما لم ياخذ معلومات الكافيه عنها جاء انه الضغط او الضغطين عليه انه يدخل هذا التخصص بس بس المفروض لا هو هو يكون على الرغبه حقتها المفروض يمكن يكون سوء اختيار او يمكن يكون كان حاب هالتخصص ولما دخل فيه تفاجأ فيه ولقى انه مش ما, ما يقدر يبدا فيه ما يقدر يبدا فيه اما اذا دخل على تخصص فلازم يحبه ويبدا فيه آه سمعنا الان اراء عدد من الطلاب وكل واحد حقيقه كان واثق من نفسه هكذا وهو يقول رايه دكتور رأيك انت في كلام يعني انا احب لو الطلاب يركزوا على يعني غير لهجه انه انا يناسبني او لا، احنا ندرس الجامعه ليس لاجل الجامعه. نحن ندرس من اجل التجهيز لسوق العمل. أيوة. فدائما التركيز التركيز لازم يكون ما هي الوظيفه التي تناسبني؟ يعني هي الفكره انا احدد الوظيفه التي تناسبني وبعدين اقول كيف اصل الى هذه الوظيفه اني ادرس هذا التخصص. أيوة. فدائما السؤال حتى في المعارض اللي المعرض الصباحي اللي اقيم اليوم وكل المعارض التي تقيمها الجامعات هذه فكره رائعه ومفيده. لكن هي دائما التركيز يجب ان يكون ان نحضر ناس من سوق العمل. نعم. كثير من الطلاب يخطئون عندما يسالون عن التخصصات يسالون طلاب الجامعه. انت تدرس في الفيزياء صحيح؟ انا اجي اسالك هذا اكثر شيء هذا غير مقبول يجب ان تسال شخص يعمل في المجال في سوق العمل وهو أدرى حتى الاستاذ الجامعي مع احترامي كل استاذ جامعي استاذ جامعي غير قادر على اعطاء مشوره في موضوع هل هذا تخصص او ما طبيعه هذا التخصص اذا اردنا ان نعرف عن الهندسه الميكانيكيه يجب ان نحضر مهندس ميكانيكي يمارس هذه الوظيفه بشكل يومي ونساله ما هي الهندسه الميكانيكيه ما هل ما هي هذا التخصص هل يناسبني او لا اما ان نركز دائما على التخصص هل يناسب التخصص هذا يعني ما هو ما هو التفكير الصحيح يجب ان تسأل دائما هل تناسبني المهنه نعم لانه اذا ناسبتك المهنه بعدها اسال ما هو التخصص اللي يوصلني لهذه المهنه وقتها الامور سهله الحقيقه هناك اكثر من قضيه فيها يمكن من اهم القضايا وأدقها قضيه الاختيار يعني الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الخاصيه الرائعه التي لا نستطيع أن نشكر الله عليها من عظم حجمها لكن بعض الناس يعطل هذه الخاصية تماما بأسباب يعني كثيرة من خلال تخصصك في علم النفس كيف يمكن للطالب أن يستثمر هذه الخاصية الإنسانية العظيمة في اختيار تخصصه بدقة يعني هي الوعي هو هو الاساس ان الوعي بانه انا مقبل على على الاختيار لانه للاسف بعض الشباب يفكروا بهذا الموضوع في اللحظات الاخيره يعني هو خلص الامتحان الثانوي بدأ يبدا الان طيب يلا ايش التخصص اللي نختاره هذا غير مقبول يجب ان يبدا بشكل مبكر النقطه الثانيه ان يكون ان ندرك ان الله عز وجل كما خلقنا مختلفين في الاشكال والالوان خلقنا مختلفين في الميولات والقدرات وانه انا لا يشبه لا اشبه اخي ولا اشبه صديقي في في هذا أن انظر لنفسي ذكرت بشكل ذكرت عد صديقي دكتور انا ابغى ادخل على هذا لنرحب بنا معاذ بن خالد الخميس حياك الله الله مرحبا بك مرحبتين معاذ طبعا من طلاب جامعه الملك فيصل في اي كليه؟ <applause> حاليا كليه الاداب كنت في العلوم سابقة. كليه العلوم سابقا كليه العلوم سابقا والان كليه الاداب م. كنت في كليه العلوم اي تخصص؟ كيمياء وفي الاداب اي تخصص؟ اعلام اتصال كيمياء الى اعلام <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا الاختلاف او في التغير ليه؟ طبعا انا اول ما دخلت الجامعه زي اي طالب ما ما ما, ما بيعرف وين بيروح ف انا طبعا كمجالي السابق اني هوايتي ان الاعلام والمسرح والتلفزيون ليش ما رحت اعلام ولا ما كان ما فيه؟ كان ما كان في قسم ما كان في جديد يعني ايه. صعب اني اطلع الرياض وادرس وترك اهلي وزي كذا شوي يعني طيب انا ابي الدكتور يعلق على هالنقطه هذه شو المشكله يعني الطالب الذي يريد الاعلام والاعلام على بعد 300 كيلو متر ما رايك يعني حقيقه لازم يكون مجازفين اكثر هلا ممكن انا لو كان ممكن ما كنت درست اعلام كنت درست لغه عربيه او لغه انجليزيه شيء آه قريب أقرب. قريب انت الان لو رحت على جريده اليوم مثلا نعم. تجد انه اللي يعملون فيها ما يكون ما كنوا مخرجين اعلام صحيح في تخصصات مختلفه ف وان كان انا اطالب الطلاب انه يصيروا مجازفين اكثر والحمد لله الامور الان افضل بكثير من اول الان الناس تذهب الى الصين الى هونغ كونغ عشان يدرس يدرسوا والحمد لله هذه هذه مؤشرات ايجابيه يعني الان لاحظ ذكرتني يعني في العمل الخيري أكثرهم مهندسون وأطباء وما يعني ليسوا في التخصصات اللي نتوقعها، بل هم أكثر الذين يقودون العمل الخيري من خلال جمعيات العمل الخيري المعروفة، يعني طيب اختيارك الأول اختيار كيمياء على أي أساس؟ من أقرب مادة لي عليها الثانوية كنت أحب يعني الكيمياء ايوه المعلم يعني كنت تحب المعلم ولا تحبها يعني احب المعلم شوي انه مبسط الموضوع كان يعني أه. و... شو العلاقه النفسيه دكتور؟ ما يعني هذه واحده ايضا من الاخطاء نحب يعني المعلم فنروح أيوة. ندرس تخصصه ايوه فنروح <applause> نتورط فيما بعد لا وحتى في نقطه اخرى بس أنا... في يعني في هناك من يقول ان من احب المعلم احب مادته وابدع فيها ما هذا غير صحيح غير صحيح لا يعني هذا كلام صحيح لا حتى في نقطه اخرى يعني أيوة. واحد من زملائنا كان يحب الكيمياء نفس القصه م. راح درس كيمياء هلا خريج الكيمياء يعني هو راح بعدها مدرس كيمياء هو ما عنده الميول اللي يدفعه للتعليم. فكونك تحب الكيمياء لازم تسال هل انت تحب الكيمياء لانه تحب تشتغل فيما بعد معلم في الكيمياء ولا تحب تشتغل في مصنع في الكيمياء؟ فهذه نفسها يجب ان صح. تستحضر اثناء اتخاذ القرار. آه. صارت لي صارت لي هذا هذا اول ما دخلت القسم ايه؟ طلع يعني الشكل اللي كنت متخيله غير عن الواقع غير اللي تبغاه مش مش ميولي كيف في القسم هذا؟ فصل سمستر. فصلين سمستر. فصل واحد سمستر. إيه. طبعا <applause> نظام وزاره التعليم العالي لا حق للطالب ان ينتقل الى فصل او تخصص اخر حتى يقضي فيه فصلا كاملا، يمكن نعم. يحبه يمكن, يمكن نعم. هذا يعني شيء بشري. طيب انتقلت الى الاعلام لانك تحب الاعلام صح؟ ايه اخذت فيه كم فصل الحين فصلين؟ لا توني فصل فصل واحد، م -م. وكيف مشيك الان في الاعلام؟ لا الحمد لله الامور طيبه وشيء انا احبه وشيء يعني انا راسم له الاشياء يعني قدام وحين عرفت خطواتي الصحيحه. يا سلام عليك. هذه أه اول مره تظهر في الاعلام؟ لا لي لي شغل. قصدي على الهواء على الهواء تقريبا تقريبا ولا اكيد؟ <applause> لا طلعت في برنامج طلعت من قبل مم. على الهواء طلعت؟ ايه على الهواء مباشر كانت اتكلم عن تاثير مسار الموهبه او الهوايه مع مع الاب كنت متاثر من والدي فتكلمت عن هذا في موضوع. الاعلام ماذا تريد ان تصل اليه؟ أسألك الكلام اللي قاله الدكتور الدكتور يقول لازم تشوف الوظيفه اللي تبغاها انت حددت الوظيفه اللي تبغاها؟ عارف ما و... هي؟ الاخراج التلفزيوني الاخراج التلفزيوني جميل حس سويت صداقه مع المخرج ايه مع استاذ اسامه مالك بكون مكانه ان شاء الله كويس لا عاد مكانه معاه يا اخي طيب الله يوفقك يا رب دكتور تحب تسال والله يعني هذه قصه مالوفه وانا يعني حقيقه انا اشوف الشاب وهو اختار تخصص صحيح تشوف البريق في عينه شوف التغير النفسي يعني انا يعني شهدت حالات كثيره كان شاب خامل، مسكين، ضعيف، مشوش، الان منطلق مستمتع يعني تغير كبير لما انت تختار تختار تخصص، انا دائما اقول للشباب الشخص المحظوظ ليس الشخص اللي يملك واسطه او مال، الشخص المحظوظ هو الشخص الذي يستيقظ كل يوم صباح ويذهب الى مكان يحبه. صحيح. ويجلس في يعمل في في شيء يحبه حقيقه يعني الناجحين اللي يصلون لهذه المرحله هو حقيقه ما عاد عنده دوام زي ما زي ما سالوا بعضه انت ايش تسوي في في جلسه نهايه الاسبوع قال انا اشتغل هو اصلا لما يريد يستمتع يشتغل اذا وصلت الى هذه المرحله فانت على خير وهذا حقيقه هو ما سيدفع الامه للامام في هو المشكلة, المشكلة بس أن يفهم الذين من حوله أنه يستمتع أحياناً يجد كثيرين يقولون له ريح نفسك يا أخي أتعبت نفسك وهم لا يشعرون ولا يعلمون بهذا الشعور الذي في داخله يعني أديسون لما قيل له إنك تعمل 14 ساعة في معملك هذا كثير قال من قال لكم أني أعمل نعم. أنا ألهو نعم. الهو حتى يعني انه يستمتع غايه الاستمتاع كما يستمتع الانسان باللهو. نعم. هناك مشكله عند طلابنا واولادنا وبناتنا كذلك هي قضيه الصداقات، تاثير الصداقات على الاختيار. نعم. ما تعليقكم؟ والله هي مشكله حقيقيه و... يعني حتى كثير من الطلاب يقول له يعني احنا الان شله من الثانوي رحنا للتخصص هذا، تعال معنا ليش تروح تخصص اخر وتكتشف اصدقاء جدد؟ طبعا هذا هذا خطير. ويحتاج دائما للوعي لهذا نحن دائما نركز على الوعي هذه مسؤولية المدرسة مسؤولية المرشد الطلابي أن يوعي الناس الطلاب أنه هناك يعني يجب أن لا تتأثر بأصدقائك في هذا, في هذا القرار لأنه أنت مختلف مختلف عنهم يعني وهذه حقيقة قضية مهمة ويجب دائما التركيز عليها من يعني الملع. اليوم الصباح أقول بنتي هي تخرج من المتوسطة بتروح الثانوية أقولها بتغيرين الثانوية اللي جنبكم ولا لا قالت يقولون البنات وين بتروحين احنا بنروح معك حتى اختيار المدرسه فيه تبعيه يعني اختار مدرسه اختار بيئه اختارها لان صديقتي راحت او هذه ايضا اشكاليه كبيره اكيد طيب لو عدنا مره اخرى لنقول لاولادنا كيف تستطيع ان تعيش التخصص من وقت مبكر يعني انا اريد ان اكون طبيبا مثلا انا الان في مرحله المتوسطه كيف اصل الى هذه المرحله كيف اصل؟ انا ودي اسمع ايضا ابننا معاذ يعني اذا له تجربه في الجانب الاعلامي بالذات وهو يحب الاعلام مبكرا ومنعه عن هذا الامر لانه لم يكن هناك فرصه. تفضل دكتور، ودي اسمعك بعد الدكتور هل عندك تجربه في هذا الجانب؟ فهمت سؤالي؟ سؤالي بالضبط، انت تحب الاعلام؟ والان الحمد لله دخلت قسم الاعلام، وان شاء الله نشوفك مخرج قد الدنيا زي ما يقولوا المصريين. <applause> امين لكن هل عشت الاعلام مبكرا متوسطه ابتدائي ثانوي ابغى اسمع منك اجابه بعد شوي، تفضل دكتور. يعني هو الاكتشاف المبكر هذا يجب نتاكد منه، يعني هل انا حبيت الطب لانه صاحب صديق الوالد هو طبيب مميز ولامع ومشهور، فانا حبيت اصير طبيب مثله. ولا فعلا عندي هذا الميول اللي احنا نسميه اجتماعي، بحث اجتماعي اللي فعلا يتلا يتلا يعني يتناسب مع الطب. هلا كيف انا اعرف ببساطه احنا نقول للطلاب اذهب الى المستشفى واطلب من طبيب ان تجلس معه في العياده ولو يوم من الايام. اجلس شوف ايش هو يسوي، ماذا يفعل، كيف يتحدث، ايش الاشياء اللي يهتم بها. يمكن الطب قضيه واضحه لكن يعني انت نتكلم عن الجيولوجي ولا فيزيائي ولا كيميائي هذه التخصصات اللي يمكن ما تكون في غايه الوضوح نذهب نقول الطلاب اذهب اجلس معه وبالعكس الكبار يستمتعوا او يعني يقدروا الطالب اللي ياتي ويقول انا احب ان اتعلم منك فاذهب اجلس معه يومين ثلاثه شوف ايش شو قاعد يسوي يعني ماذا يفعل يوميا ايش ايش, اللي ايش المهارات اللي يجب ان يتقنها ايش ال... هل واسأل نفسك هل تستمتعي أيوه؟ وهل ملتلى هذا الموضوع هل استمتعت فيه او لا هذه وسيله مهمه في اكتشاف الميول والتخصص المناسب طيب معاذ ايش آه، رايك تجاوبني على السؤال آه، اذا أنا اتكلم عن نفسي أيه؟ اول اول شغله هي تاثري بوالدي ايوه آه، من بدايه بمجال المسرح طبعا والده مخرج مسرحي وبالمناسبه انا اكتشفت الان هذه اللحظه ان والده احد زملائي درسنا مع بعض في المعهد العلمي يعني. الحين ترى عرفت <applause> والدك هنا تفضل <applause> فبحكم اني بطلع بروح يعني باخذ وانا صغير على المسرح عشقت المسرح. فبديت احرص على الدورات التدريبيه، بدأت اتعمق المسرح في الممثلين القدامى بالمسرح. ب... بعدين توجهت الإخراج المسرحي. فصرت احرص كمان على الدورات الاخراجيه، صرت اتعمق بالمسرح بشكل كبير. بعدين انتقلت الى التلفزيون، وبدأت تجربتنا تقريبا سنتين بالتلفزيون. تجربه وما زلت يعني دامني انا شغف على هذا الموضوع هذا هذا الطريق الصحيح يا سلام بس عطي كلمة الشغف هذه <applause> <applause> خلاص أنت وصلت يعني الشغف هو هذا الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يستجلبه خليني أضيف نقطة هنا إنه إذا افترض إنه أخونا حبيبنا كمل كيمياء هل انتهى هل انتهى العالم؟ ايوه جميل الاجابه الاجابه لا وانا هذا كلام حيو... يعني اريد ان اركز عليه في هذا في هذه المناسبه انه ياتيني طلاب يقولوا اوه يا ليت سمعنا هذا الكلام من زمان اقول له ما انتهى الوقت لم يفوت القطار حتى لو درست كيمياء وخلصت وحصلت على دكتوراه في الكيمياء هناك فرصه دائما للتغيير والدراسات الحديثه تقول خاصه ما في لحت. الأيام ما لحت. لحت. بعد الدكتوراه ممكن يغير ابدا يقول الان الدراسات الغربيه تقول انه الواحد يغير مهنته في خلال حياته ثلاث الى خمس مرات صح. يعني يكون معلم ينتقل الى المحاسبه ينتقل الى انا قرات مره ان يحذر الشخص ان يبقى في مهنته اكثر من خمس سنوات على الاقل يقولون على الاقل غير مكانك يعني أنت لا انا اتكلم عن كان... موضوع التغيير مكان هذا موضوع لا اتكلم ده. عن المهنه بالكامل اقول على الاقل انا اقصد إن إيه يعني لكن هو التغيير. فانا اقصد انه الطلاب اللي دائما يشكون وانه احنا ما حصلنا فرصه احنا اقول فرصه التغيير ممكنه بعض التغيير التغي... قد ياخذ فتره يعني اذا اخذ التغيير سنتين وثلاثه واربعه ضمن خطه يعني في دائما في يقول كيف تضع خطه للتغيير يا من سلام. مهنه لمهنه وهذا امر يحتاج الى احيانا مساعده من مرشد انا أ... خلني اقف هنا عندي امران في هالموضوع هل هناك اختبارات نفسية عالمية وقياسية يعني قياسات محكمة يستطيع الطالب من خلالها أن يتبين أين مساره أين بوصلته أو شماله الحقيقي إيه بالتأكيد يعني الآن يعني في عندنا اختبار مشهور بناء على نظرية هولند في الميون المهني في عندنا اختبار الذكاءات المتعددة اختبار معروف ففي اختبارات واختبار الأنماط الشخصية أيضا توضح كمان لكن في التخصص على طول ما في في التخصص يعني العلمي يعني نفترض الان هذا طلاب ثالث ثانوي عندنا ثلاثون طالبا يريدون ان يحددوا من خلال اختبار يعني يعبئون استبانه ثم قياس طبعا موجود؟, موجود نعم موجود, موجود. لكن موجود. احنا دائما نقول الاختبار يعني كثير من الطلاب يقول لك اعطني اختبار بس الاختبار ليس هو افضل وسيله افضل وسيله هو ان تراقب نفسك هذه هي افضل وسيله في معرفه الميول ان تراقب نفسك اي وين انا ميولي وين استمتعت اكثر طيب غمست وين الشغف زي ما بقول اين الشغف طبعا الشغف لازم يعرفونه المشاهدون هو فوق الحب هو ان يلامس الشغاف يقولون عنها المفسرون هي تلك الجلد الرقيقة على القلب من الداخل وجاء في سياق سورة يوسف قد شغفها حبة اطلعت على أحد أو قول أحدهم هو شخص أوروبي يعني يذكر بأن هذا الشغف لا يمكن أن تتعلمه لا يمكن أن تكتسبه هو هو الذي يأتيك هو الذي يتلبسك حتى تشعر به فإذا شعرت به كما قيل انت تستطيع ان تعمل ثمان ساعات من اجل الدوام وتضيف ساعتين من اجل القائد والمدير المتميز ولكن تعمل 24 ساعه اذا كنت تحب العمل آه الانسان الذي يحب العمل يطير اليه شوقا والذي لا يحب هذا المكان الذي يذهب اليه جر قدمي جره وهنا تقع قضيه كبيره جدا عن الانسان نفسه الانسان مطلوب منه ان يمتع نفسه ان يرتاح قاف ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني الله عز وجل ما انزل القران لنشقى انما انزله لنسعد واظن السعاده مسؤوليه شخصيه واتوقع من السعاده ان يذهب الانسان في الاتجاه الذي يريد لكن بعد كل هذا ياتينا امر مهم السوق يطلب بطريقه معينه وانا اتجاهي في طريقه معينه نفترض زي ما يقولون ان الاعلام ما ياكل عيش مثلا. وانا اريد اكل عيش وفي نفس الوقت استطيع ان اذهب في المكان الذي اريد. كيف اجمع بين تخصص يعطيني رزقي وبين تخصص استمتع به؟ هم. هي يعني هذه ايضا من من الخرافات المنتشره. لا يوجد تخصص اذا انت ابدعت فيه، اذا انت تميزت فيه، اذا اصبحت فيه رقم واحد ما ما ياكل عيش. هذا غير موجود. ولهذا بعض الناس بعض التخصصات تحتاج جهد اكثر. تحتاج خبره اكثر، تحتاج وقت اطول. لكنه آم يعني اما انه تخصص ما ياكل عيش فهذه من من الخرافات غير يعني مجرد. اذا ابدع الانسان في امر ما اصبح رقما صعبا فيه نعم، واصبح نعم. مطلوبا واصبح مرجعاً أنا وين التخصص هذا اللي احنا اكتفينا فيه؟ يعني أعطيني تخصص يقول والله سوق العمل اكتفى فيه، ما فيه اكتفى من الـ من الـ أنا من, المستويات الضعيفه تزعلون يزعلون الطلاب اللي ليس صحيح ليس صحيح في المستويات, فيه المستويات فيه. المنخفضه اكتفينا يعني احنا من التاريخ اكتفينا من المستويات الضعيفه نعم. من الاداره اكتفينا من السياسه من علم النفس لكن المحاسبه المح... ولا... لكنه يعني محاسب افضل شوي لكن أنا... بعض خصص... حتى علم النفس الان انا انا لان هذا قريب من تخصصي علم النفس بكالوريوس يجيب بعض الطالب بعض الصعوبه في الحصول على وظيفه لكن سافر خذ ما تستوي دكتوراه وتعال عندي بعدين لانه ستجد فرصه تكاد تشابه فرص الطبيب انا اعرف من 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 اخصائيين بعض زملائنا يعني دخله يكاد يشابه دخل الاطباء في 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 عمله لكن انا اتكلم هنا هنا القضيه هل نتحدث عن بكالوريوس علم النفس لا انا اتكلم عن دكتوراه في علم النفس طيب يا دكتور صراحه خلينا نكون صريحين انت تتحدث عن مجموعه او فئه يعني لو قلنا انهم بالمئات بالالوف لكن عندنا بالملايين يعني ماذا سيصنع؟ خريجونا الان على الضخم جدا ما في احد مغلق الباب الباب امامه، هلا يعني يشدوا يشدوا الحب الدنيا والرخاء هذه مشكلته، واذا لم ينجح هذه مشكلته، انا اتكلم عن الواقع طيب والفروق الفرديه؟ الفروق الفرديه هنا الفكره، انا اتكلم انه انا دخلت التخصص يناسبني، خلاص انتهينا من هذا الموضوع طيب. الان اقضي فيه وقت كافي وستجد الرزق جاهز وبالعكس سيطلبك المال لا تطلبه. في كلمه قالها الدكتور عبد الكريم بكار ان الانسان لو انه قضى كل يوم اظن قال ساعتين او ثلاث ساعات لمده خمس سنوات اصبح متخصصا اكثر من المتخصص. نعم. في المجال الذي يناسبه. في المجال الذي يناسبه. هنا دائما التركيز يعني الان يقول لك هذا التخصص انا شوف عندي مجموعه من الزملاء قاعدين في البيت، اسال هل هؤلاء الزملاء اصلا هذا تخصصهم؟ هذا التخصص يناسبهم؟ هل بذلوا الجهد الكافي؟ طبعا ما مجرد تدخل تخصص الناس هذا غير كافي، هذا غير كافي، لازم تبذل الجهد، لازم تبذل ساعات يوميه، وريني جدولك كم ساعة تقضي في تطويرك الشخصي لهذا في صحيح هذا يعني اليوم؟ يعني كل النظريات تشير إلى أن 99% جهد و1% إلهام مثل ما يقول <applause> طيب نبي نرجع مرة ثانية أيضا إلى بناء معاذ. معاذ أنت من خلال رؤيتك الآن للشباب اللي من حولك يعني زملائك هل في ناس رأى أنه دخل تخصص وقال ما أبغى ما أبغى أغير وخلاص بس تمشي الأمور؟ كثير 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 واجد <applause> اللي يعني داخلينها على الله كذا <applause> وإحنا عندنا مشكلة هي هي مثلا اول طبعا هذه انا انا واجهتني بشكل كبير ان الاعلام ما يوكل عيش، وهذه الكلمه شبه اني بغيت اقتنع فيها. اي نعم. لكن في الحقيقه لما الشخص لما يبي تخصص يروح يشوف في السوق. يعني احنا بس بنسمع من الناس وخلاص بنقتنع بالموضوع. ما بيطلع السوق يشوف هل هل صحيح بيوكل عيش ولا لا؟ اما على سالفه انه بيدخل وخلاص في كثير والله انا اعرف ناس في ناس تمنى انه يكون طيار وحاليا صيدلاني وتمنى انه يكون كذا فرضيات الاهل او فرضيات النسبه الدراسيه يعني النسبه الدراسيه يعني. او اقتناعه هو أو يعني أحياناً خلص. هو مقتنع أن إنسان ضعيف وأن إنسان ما يقدر وليقل وب... ما... التخصصات بعض الأحيان في تخصصات ما هي موجودة هنا أي نعم. تكون تفرض عليك أنك تختار مثل ما حدث من, المتوثر. إنه... من, من المتوفر من دكتور طبعاً يقول لازم نجازف مع ان المساله بسيطه يعني لو تحركنا الى 150 كيلو وجدنا في الدمام والظهران عند المجموعه صحيح. الجامعات بل لماذا نذهب بعيدا الان في جامعه الملك فيصل اكثر يمكن من 40 تخصص او اكثر ما عندي رقم حاليا فتحت المجالات يعني في كثيرة الجامعه فتحت جدا يعني كبير. كل انسان يستطيع واحده من التحديات اللي انا اشوفها عند الطلاب هو عدم معرفتهم بالتخصصات المختلفه يعني احنا في في برنامج اكتشاف لمساعد الطلاب اختيار التخصص احصينا ما يقابل 160 تخصص جامعي يتم تدريسه في المملكه يا سلام لما اجلس مع الطلاب والله في جامعه الملك فيصل يعني يوم في قلت <applause> <يوم قتلها> 40 <applause> لما اجلس مع الطلاب يقول لهم كم تخ... ايش تخصصات تعرفوها؟ نبدا نعدد تطلع بالاخير 20 30 صح. فغياب اذا يعني... في مشكله ان هناك غياب للتخصصات التي يمكن غياب الم... المعلومات المعلومات غياب الفيز. المعلومات عن التخصصات وكل تخصص يعني الان ايش الفرق بين الجيولوجيا والجيوفيزكس او فيزياء الارض ايش ايش اللي يخلي يعني ايش المستقبل الوظيفي لهذه ومستقبل الوظيفي لهذه هذه في غياب في المعلومات في هذه طيب هذي غياب هذي معلومات الطلاب يذهبون بهذه الطريقه اللي ذكرها معاذ ويقتنعون بالواقع الذي هم فيه ويستمرون الوعي وذكرت انت عده مرات الان كيف يمكن جمع هذه الاشياء في برنامج الا ينبغي ايضا على جامعاتنا نحن نتحدث الان من شاشه وزاره التعليم العالي ألا يفترض أن وزارة التعليم العالي أيضا تقر برنامج تدريبي ولا مقرر ما أدري يعني يكون على الأقل فيه فائدة وإن كنا متأخرين طبعا لما نتكلم الحين يفترض هذا في التعليم العام على الأقل في التعليم العام لكن هنا أيضا مثل ما ذكرت أنت تقول حتى لو دخل الطالب وعرف اكتشف أن شماله الحقيقي ليس في هذا الاتجاه وإنما في اتجاه آخر ما رايك في هذا؟ الحقيقه انا يعني الجهود حقيقه واضحه ومشكوره في هذا المجال زي الفعاليه اليوم الصباح وحقيقه فعاليات متكرره في الجامعات كلها، لو كان الامر لي لكنت صرفت اكثر جهد على المرشدين الطلابيين في المدارس الثانويه. أيوة. الطالب يجلس في المدرسه الثانويه ثلاث سنوات. نعم. والمرشد الطلابي قريب من الطلاب وقريب من همومهم ومشاكلهم وهم يثقون فيه. الحقيقه لو 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 صرف جهد ووقت مع تدريب المرشدين الطلابيين في المدارس الثانويه على هذه النقطه بالذات حتى لا يعطي انطباعات للاسف بعضهم وانا جلست مع بعضهم يعطي انطباعات كما يعطيها الوالد و, و, و والعم و وابن الجيران. ما عنده ما عنده الخلفيه العلميه الدقيقه في تحديد سافر. اختيار تخصص الطلاب لو صرفنا الوقت والجهد في تدريب هؤلاء الفئه وتطوير مهاراتهم في يعني في ارشاد الطلاب عن التخصصات المناسبه لهم اعتقد انه انه هذا سيحدث فرق طيب عندنا مشكله احنا لما الطالب يريد الان قسم معينة والقسم موجود ولكن اكتفى ما في مكان ماذا اصنع؟ اول شيء هل هذا يتناسب مع ميوله وقدراته ولا لا؟ هذه نقطة. إيه؟ نفترض انه ناسبه. النقطة الثانية باب السفر مفتوح، العلماء من يوم من يوم يومهم وهم يعني يؤكدوا على أهمية السفر والآن فرصة في في برنامج الابتعاث في جامعات مختلفة في المملكة، الفرصة متاحة، هذا احنا نتكلم عن مستقبل، احنا ما نتكلم عن رحلة، احنا ما نتكلم عن مطعم، احنا نتكلم عن مستقبل يمتد أربعين سنة. نعم. إذا أنت جازفت ورحت سافرت أو, أو ذهبت إلى إحدى المناطق الأخرى مناطق المملكة يعني ف... المستقبل يستاهل ي... المستقبل يستحق وهناك من ذهب عشرين سنة نعم واغترب في دراسة وتزود حتى وصل عندنا مشكلة عند البنات احنا تكلمنا كثير عادة مع الشباب لكن أيضا البنات عندهم مشكلة مشكلة البنات أيضا أن فرص التخصصات أقل من الشباب في المجتمع لا يزال أو كما نرى الحين هناك بعض الأشياء الـ 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 الذي تحافظ عليها المجتمع بعضها شرعية وبعضها مو شرعية وإنما هي اجتماعية ويريد أن يحافظ عليها وهي عادات محترمة ومقدرة طبعا ماذا تصنع الفتاة طيب؟ والله يعني ما زالت الفرصة موجودة ما زال في يعني ما زال أنا حالات قليلة المرت مرت علي ووصلنا لمرحلة أنه خلاص المجتمع يرفض أن تدخلي هذا التخصص وما في إلا هذا التخصص يعني دائما نقول الطلاب ليس صحيحا انه ما في الا تخصص واحد يعني في يعني يعني اقصد ليس صحيحا انه ما في الا تخصص واحد يناسبك فاذا ما ناسبها هذا التخصص او ما ما وجدت فيه الفرصه اكيد في فرصه في تخصص اخر جميل هناك نقطه يعني مهمه الصراحه الحين لما نريد ان انا عندي ابن نفترض وابني في ثالث ثانوي فعلا عندي ابن الان في ثالث ثانوي وهذا يتنازعه، اعمامه يقولون له ما شاء الله درجاتك عاليه في القدرات وليش ما تروح طب؟ وهو له ميول في الجانب الشرعي كبير، الحقيقه انه يدرس علمي الان وما عنده مشكله في هالناحيه، يعني ممكن يروح هنا ممكن يروح هنا باذن الله. لكن هو يعني متشتت الذهن، يذهب هنا او يذهب هناك، كيف يمكن ان اساعده؟ انا الحين اعتبرني اب حاله امامك. كيف يمكن ان اساعده؟ انا طبعا لي ميول، انا لي ميول لاحد الطرفين. ويمكنه يستشف ميولي لكني لا اظهره انا اقول دائما انت الذي تتخذ القرار انا اساعدك باذن الله على اتخاذ القرار، لكن انت تتخذ القرار. نعم. يعني هو نرجع ناخذ نفس العمليه اللي تكلمت عنها في البدايه، هي أيوه. ثلاث خطوات. ما هي ميوله وقدراته؟ ما الميول والقدرات حقه الطب وحقه الخيارات المتاحه امامه؟ أيوه. طب وهندسه وشريعه، ما الميول القدرات لهذه الثلاثه؟ يعني نفترض انها متوفره، هذه متوفره ما هي متوفره. يعني الميول هنا تاتي الرغبه، يعني انا وين وين المجال اللي اجد فيه نفسي؟ على فكره هو, هو عنده رغبه، لكن, لكن ضغوط اللي من حوله كبيره، يعني يضغطون عليه من؟ من يحبونه نعم. ويحبون له الخير يعني يضغط عليه عمه وخاله ويضغطون يضغطون الناس اللي يحبونه والله يحتاج الى دعم في هذا يعني هذه من من الاخطاء يعني ندعم اللي... ميوله ندعم رغبته قصدي طبعا طبعا لانه يعني هو في النهايه آم يعني أنا شوف تخصص الشريعه واحده من الاخطاء ايضا تخصص الشريعه على فكره يحتاج الى من يحملون الذكاء منطق رياضي عالي وهو هذا معناه اللي يحصلوا في اختبار القدرات على الكمي درجه عاليه في الكمي يحصلوا في الرياضيات على درجة عالية، على فكرة علماء الشريعة علماء الشريعة الكبار كانوا في الرياضيات لو سألت في الدراسة كانوا في الرياضيات كويسين والله عندهم مسائل كثيرة يعني كفي الفراغ لا غير الفراغ، أنا أتكلم لا أنا أتكلم عن أصل الذكاء، الذكاء المنطقي الرياضي هو الذكاء الأساسي في الشريعة وهو الذكاء الأساسي في في الهندسة وهو ذكاء الاساس في الرياضيات فانا اقصد انه الناس يمتلكون درجات عاليه او يحصلوا درجات عاليه في القدرات او حتى في المدرسه يتناسب معهم مش دائما لكن يتناسب معهم الشريعه والشريعه من التخصصات جدا راقيه ومقدره وهي هنا يحتاج انه نطلب من الطالب ان يقرر حسب هواه وحسب ويكون شجاع في هذا القرار أنا حقيقة أحياناً أحزن لما أسمع شخص يقول حق شخص يا أخي حرام تروح شريعة وأنت كذا وعندك ذكاء وعندك قدرات ليش أنت؟ أنا ما أزعل على الناس، أنا تعرف إنه في عميد كلية شريعة عميد كلية شريعة وهذه حالة يعني مرة إيه كان طالب من المميزين أنا نصحته أن يذهب للشريعة حسب تقديري وحسب القياسات اللي أقوم إيه؟ بها لما ضا... لما راح لتحويل عميد الكلية قال حرام عليك أنت روح هندسة أن أنت ما إن شاء الله مميز يعني... فلا تلوم لا تلوم الناس صحيح. احنا في النهاية نعتمد على الوعي، الوعي الذي يتكاثر ويتزايد بشكل بشكل جيد، وانا حقيقه يعني راضي جدا على التطور اللي يمر فيه الشباب في 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 هذه الايام من ناحيه وعيهم في اختيار التخصص والامور الى افضل مشيئة الله. مشيئه الله. معاذ ودك تقول شيء؟ آه كلمه اخيره يعني؟ اي اقول يعني ان لا بعض في ثقافات عندنا ان هذا القسم صعب او القسم سهل، انت اللي تفرض الشغله تكون هي سهله او صعبه. هي عليك هي مقياس عليك انت وليس مقياس على التخصص نفسه، ممكن كليه الزراعه اللي بعضهم يراها بانها من اقل الكليات هي لو تخ ممكن في من شخص اخر يراها انها صعبه حيل. وان الطب في ناس انا التقيت مع ناس بالطب ويقول لك مره سهله، وانا عايش حياتي واطلع واروح واجي، وفي ناس في كليه الطب ما بيطلع من البيت، ما يقدر يطلع من البيت كله مذاكره، يعني تفرق هي من من شخص لشخص. احسنت حقيقه ذكرتني هذه الحالات حادثه رويت لي ان طالب في مصري وكان مبدعا اخذ من العشر الاوائل في مصر يعني عبقري يعني على على ملايين من الناس فلما جاء يسجل اراد ان يعني يختار المحاسبه فابوه زعل جدا وقال له اصلك خايب تختار يعني كلنا المحاسبه اي واحد ممكن يدخل انا طبعا ما اقلل من شان المحاسبه احنا مس الحاجه اليه لكن هو نظرته هذه كان لازم تروح الطب وضغط عليه، فالولد يعني مع ضغط والده اختار الطب، مو اختار الطب، ذهب الى الطب. في الفصل الاول لم يستطع الطالب ان ينجح، الناس كلهم جاءوا يلومون الاب على هذا الاختيار القسري الاعتسافي لولده، فاستسلم الاب وذهب الى المحاسبه فاصبح من اكبر علماء الارض في المحاسبه. مهم جدا أن نقتنع بقضية الميول دكتور تختم بكلمة هي يعني نقطة هنا مهمة إنه بعض دائما الطلاب يسألوا أيهم أسهل هذا تخصص أو هذا تخصص نعم. أيضا مرة أخرى لا يوجد تخصص سهل تخصص صعب أيوة. في تخصص يناسبك فهو سهل وفي تخصص ما يناسبك فهو صعب، طبعا في بعض التخصصات تحتاج دراسه اكثر، بعض التخصصات تحتاج اقل، هذه هذه هذا موضوع اخر، لكنه لا يوجد تخصص افضل آآ, زي ما قلنا لا يوجد تخصص افضل من تخصص، كذلك لا يوجد تخصص اسهل من تخصص، قد يكون سهل اثناء الجامعه لكن الجامعه في النهايه اربع خمس سنوات، اما ما بعد الجامعه فانت امامك افاق واسعه للتطوير. يا سلام وان شاء الله هذه الحلقه اذا وصلت الى قضيه مهمه جدا وهو حث اولادنا على ان لا يقتنعوا فقط او يقنعوا فقط بالمرحله الجامعيه وهي بكالوريوس وانما تمتد نظرتهم الى الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه اذا من اجل ان نختار التخصص بشكل دقيق وجيد يجب ان نكتشف التخصص نفسه ونستهدف الوظيفه نفسها وليس قضيه الوظيفه انما نقصد وظيفه الحياه التي نقوم بها ونستكشف ميولنا جيدا وهل يتسق هذا الميول مع تلك مع ذلك العمل أو الذي سنستغرق فيه ربما أربعين سنة من حياتنا ثم نربط بين هذا وذاك لنستطيع أن نصل إلى ما نريد من قضية التخصص أتمنى الحقيقة أنا استفدت كثيرا من هذه الحلقة وأتمنى بالفعل أن تتحول هذه الكلمات أيضا إلى منهج عملي لأولادنا وبناتنا سواء في المرحلة الثانوية أو في المرحلة حتى الجامعية لتصحيح المسار كما أتمنى من جامعاتنا أن تفتح المجال أيضا لتغيير التخصص في المستوى الأول كما هو نظام الجامعات بشكل ميسر أيضا حتى لا يبقى الطالب رهينة اختيار خاطئ لأي سبب من الأسباب في فيما مضى وتعطيه فرصة للتوبة كما يقولون تعطيه فرصة لتصحيح المسار شكرا جزيلا دكتور ياسر بن عبد الكريم بكار وشكرا جزيلا معاذ بن إبراهيم الخميس استمتعنا جدا بهذه الحلقه واتمنى ان نستفيد منها الاستاذ معاذ بن خالد الخميس شكرا جزيلا للجميع أه وهنا ايضا استودع الله عز وجل أه المشاهدين والمشاهدات والى اللقاء في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا من بشكواه يظل يحار ومن تنتبه تنتابه الأقدار هون عليك فما تثار قضية فامنح فؤادك من ربيع لقائنا فبه المشور